يعني من المهم انه اولئك العنصريون انه يدركوا انه اورينت لديها رسالة وبتحمل مسؤولية قضية، ومن الطبيعي انه هيك نمط من الناس العنصريين انه يستاءوا، لانه هن اعتادوا على نفس السموم باعتبارهم اعداء لقضية الانسان ولحقوق الانسان، وهن من معروف انه هن من مناصري سلطة العصابة الحاكمة بدمشق. يعني لم أرى عنصريا لا يمتدح الأسد ويلمع نظامه، ولم أرى عنصريا إلا كان ضد من يحمل هموم السوريين وقضايا السوريين ويسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون. إذا السوريون هم قضية أوريان، ومن الطبيعي أنه يستاء هؤلاء المعادين للسوريين ومعادين لقضية السوريين، ومن الطبيعي بالضرورة أنه يكونوا معادين لأورينت ومن يعمل في أورينت. وبالمناسبة التحريض، يعني التحريض على سين من الناس، هذا يعني يسبب حالة من الأستاذ غزوان، حالة من القلق والخوف عند زملاء في المهنة، فيرون أنه ما يمارس من تحريض وعنصرية وحملات فيصيبهم نوع من الخوف، وبالتالي يكبلون، تكبل أعمالهم، لا يستطيعون التحدث بحرية. هنا أسأل عن دولة فيها قانون وفيها قوانين تضمن حقوق الجميع بما فيهم الصحفيين، وأيضا مصادقة على اتفاقات دولية تحمي الصحفيين. صح. أين القصور برأيك أمام ما يحدث؟ القصور قانونيا، هل القصور في القوانين بحد ذاتها أم بتطبيقها أم بآلياتها أم بالظروف السياسية بشكل عام؟ الحقيقة يعني المؤسسات الإعلامية وفي المقدمة منها أورينت لما عم بتبث من أراضي أي دولة، ونحن بطبيعة الحال اليوم نتحدث عن البث من تركيا، فهي بتعرف القوانين التركية وهي تمتثل لتلك القوانين وبتمارس عملها تحت سقف تلك القوانين. في المقدمة من هاي القوانين عن القانون الأساسي اللي هو الدستور اللي بيضمن وبيكفل حرية الفكر والرأي وحرية تداول المعلومات، وبس بكل الوسائل بما فيها الوسائل الإعلامية. يعني فإذا هذا العنصر الأساسي اللي هو المادة الدستورية اللي يأتي ما بعد اللي هي القوانين كلها بتنظم حق وسائل الإعلام بأن تكشف الحقائق، في أن تمارس دورها في الوصول إلى المعلومات، في تحليل تلك المعلومات، في تقديم الحقائق للمتابعين وللمشاهدين. هذا وظيفتها الأساسية، وبالتالي حرمانة أو محاولة حرمانة أو محاولة الضغط عليها للامتناع عن ممارسة هذا الدور هو انتهاك للحقوق الدستورية، لأنه الحقوق الدستورية ينبثق عنها قوانين، وهي القوانين تنطبق على من هو مواطن وعلى من هو مقيم. جميل. في تلك الدولة ويمارس هذا العمل تحت سقف القوانين التركية. بالإضافة إلى أنه تركيا إضافة إلى القوانين الوطنية هناك التزامات دولية على الدولة التركية، يعني الدولة التركية من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وهي الاتفاقية تكفل أيضا حرية الصحافة وتكفل الحق في الوصول إلى المعلومات وتداول تلك المعلومات بمختلف السبل. فاليوم أن يستاء العنصريون أو يستاء مرتكبو الجرائم والانتهاكات من أن أورينت تعري تلك الجرائم وتسلط الضوء عليها لتضعها كاستحقاق أمام السلطات الرسمية لتقوم بواجبها في مواجهة تلك الجرائم والانتهاكات.